بقلعة أنانوني وأصبحت من القصص الأسطورية. يا جماعة خدت لي صورة كده بالكاميرا بتشوفوا الجبال سريدي. جربنا عندهم الوجبة الشهيرة حقتهم اللي هي الفول يا جماعة. صراحة يا جماعة كانت رحلة جميلة جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وصديقاتي في كل مكان، ومعكم أخوكم مصعب القاضي. كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير، ويا مساء الخير عليكم، ويا مساء السعادة. والله يجعل أيامكم كلها سعادة، وربي يحقق أمانيكم ويرزقكم كل اللي ببالكم يا رب العالمين. دائما أقول يا جماعة دعوة المسافر مستجابة، الله يرزقكم كل اللي في خاطركم يا جماعة الخير، ويوفقكم ويسدد خطاكم. دعواتكم يا جماعة لأهلنا في غزة والسودان، الله ينصرهم على الظالم. المهم يا جماعة الخير، صراحة الواحد يعني زعلان جدا جدا لأنه راجع، لكن هذه الحياة دائما يعني صراحة لازم نرضى بقسمتها علينا، لأنه الحياة صراحة زي الأم الحنون بالنسبة لنا، بتكون قاسية علينا في بعض الأحيان، لكن في نفس الوقت بتحن علينا بكثير من الحاجات وبكثير من النعم. والحمد لله على جميع النعم اللي ربنا رزقنا لها، ولا اعتراض في حكم الله. صراحة يعني الواحد ما كان وده يغادر البلد الجميلة جنة الله في أرضه. الآن طبعا يا جماعة في المطار ماشي من هنا على الدوحة، ومن الدوحة على بلدنا الثانية المملكة العربية السعودية. طبعا يا جماعة الخير المفروض كان أصور لكم وأنا خلال الرحلة، لكن يا جماعة صراحة أنا متوتر ما بعرف أسوي ولا حاجة، فكنت متوتر شديد يعني زي ما قلت لكم مبارح أنا في تحدي مع الوقت. كنا عندنا نص يوم هيكون سباق تحدي مع الزمن، دارين نمشي قرية أنا نوري، لازم كان أخلص سريع سريع وبعد كده أجي على المطار. والوترني زيادة، أنا متفق مع السواق الساعة 10 جاني الساعة 11، لكن يعني صراحة عوضني عن التأخير. سواق اسمه نيكا يا جماعة، زول ظريف جدا جدا، وحط لكم رقمه في صندوق الوصف. لو جايين جورجيا هنا ومحتاج لكم واحد مرشد سياحي أو دليل سياحي وسواق خاص يكون معاكم، حقيقي الزول ده ممتع ممتع صراحة. أول ما جاني كده من الصباح يا جماعة الخير قال لي أول حاجة لازم أسمعك الراب الجورجي، بما أنك أنت بلاك مان وكده الله أسمع الراب ده، وما بعرف قاعد أسمع لك الراب. قال لي اسمع، دار اسمع لي اغاني سودانيه، لازم تسمعني راب سوداني. طبعا طوالي سمعناه وحليم تسجيل دخول، ما في اي كلام يعني سمعناه وحليم اتبسط اتبسط. قال لي يا اخي الزول ده غناي. المهم فصراحه زول ظريف شديد. الليله يا جماعه رحلتنا كانت الى مدينه قداوري، تبعد من تبليسي ساعتين بالسياره. طبعا يا جماعه ما ينفع انكم تمشوها بالمواصلات او مثلا ببولت، لانه تكلفتها تقريبا 110 ريال دي بس المشي والرجعه نفس الطريقه، وغير عن كده ما حتكون هناك متوفره تكاسي زي قريه نارفلي، فيفضل انكم تاخدوها مع سائق خاص. وكمان يفضل لو انتم مثلا شباب تاخدوا لكم حافله برضو اللي هي ميني باص، برضو بتكون اوفر لكم في السعر. المهم يا جماعه الخير يعني الصباح نيكا واخذني من الفندق وتوجهنا طوالي لقداوي. خليت طبعا شنطتي في الفندق، اخذوا مني 5 لاري اللي هي حق تخزين الشنط. قلت لهم قبل اي حاجه قبل ما اقعد ذاته في الفندق، اهم حاجه في عندكم مخزن عشان بعدين انا طالع اخلي الشنطه دي ولا ما عندكم؟ قال لي لا عندنا. طبعا يا جماعه فندق اسمه اولد هوتيل تبليسي، زي ما قلت لكم قريب جدا من النهر، وقريب جدا من منطقه الفعاليات حقت تبليسي، وقريب من التلفريك، وقريب من البسطور. بس هي المشكله الطلعه حقته شويه كده صعبه، خصوصا لكبار السن بتكون صعبه الا تجيبوا لهم اوبر ويطلعون لحد فوق، لكن انتوا شباب اطلعوا ما في مشكله، الواحد رياض الرجلين دي شويه، كانت رياضه صراحه ممتعه ومفيده. المهم يا جماعه الخير اتحركنا طبعا في الطريق، يعني صورت لكم مناظر الطريق ما شاء الله تبارك الله، عباره عن لوحه فنيه من صنع
الخال. يعني ما اقدر يعني مهما زي ما قلت لكم يا جماعه نحاول نقول لكم بعد ساعه الكاميرا جمال الطبيعه ما ينفع الا تجي بنفسكم، خصوصا الجو، الاجواء كانت جدا جميله وقتها، جدا جميله، رغم انه مدينه تبليس تعتبر اللي هي المدينه الدافئه. حتى لما شافني الراجل لابس ثقيل كده وهنا ماشي متحمس قال لي لا لابس ثقيل كده، قلت له قداوري بارده؟ قال لي لا ما بارده، ساخنه. يعني المواعيد اللي تزوروا فيها قداوري من عندكم من شهر 11 بدايه دخول الشتاء لحد شهر 3، بعد كده ما تفكروا، لانها صراحه غلطت ومشيت لقيت اصلا التلج ساح مع الشمس وكده، فخلاص يلا قدر الله ما شاء فعل. كمان الواحد ما يبقى طماع يعني داير كل حاجه في وقت واحد. المهم يا جماعه الخير، ونحن ماشيين في الطريق طبعا اول حاجه عدينا بها اللي هي منطقه السد حقت انا نوري اللي هو اسمه النهر الفيروزي او المياه الفيروزيه. ما شاء الله تبارك الله يا جماعه، اخذت لي صوره كده بالكاميرا، بتشوفوا الجبال سريدي شوفوها الان، يعني بجد قلت لكم يا جماعه لوحه فنيه من صنع الخالق سبحانه وتعالى. اذا يا جماعه الدنيا كده كيف الجنة؟ يعني إذا مخلوعين بالدنيا كده كيف حتكون الآخرة؟ يا رب اكتب لنا ويكتب لكم الجنة يا رب، ويدخلكم الجنة من غير حساب، قولوا آمين. فصراحة يا جماعة أنا يعني مسحور من المناظر اللي كنت بشوفها قدامي، قعدت بس كده قعدت أتأمل. طبعا هناك في مناطق تصوير بخمسة لاري، كل منطقة بخمسة لاري خمسة لاري، لو أخذت منهم اللبس حقهم، طبعا أنا أخذت اللبس وأخذت صور، اللبس حقهم بخمسة لاري وبتصور طبعا بالجوال. يا ريت لو كان عندهم اللي هو التصوير الورقي أو التصوير المطبوع، أنا أفضله أكثر مثلا من الجوال وأكثر من الآي كلاود. لا قدر الله لو تحذف الآي كلاود أو اتمسح وما قدرت تدخل أو جوالك اتسرق، يكون عندك الصور الورقية دي أو الصور المطبوعة أفضل. لكن إن شاء الله لما أرجع جدا إن شاء الله أمشي أقرب استوديو وأخليه يطبع لي كم صورة كده وأخليها أحتفظ بها زي الصورة اللي كان صورتها في باتومي. بعد ما خلصنا اللي هي من منطقة السد حق أنا نوري، بنوا السد عام 1986 عشان يولدوا بقى الكهرباء وغير عن كده يعني يتحكموا في اندفاع النهر وكده، فقاموا بنوا السد. بعد كده مشينا لأهم منطقة أنا كنت ناوي صراحة أزوره. طبعا لو مشيت أنتوا الآن ببولت ما كان حوقفكم في المناطق دي، لكن لما يكون معاكم سائق خاص تخيلوا بوديكم مشي وجاية بين 200. المهم يا جماعة الخير وقفنا في قلعة أنا نوري، قلعة تاريخية، قلعة موجودة منذ القرن 13. خلينا نتكلم بالدارج، الناس قال لي انت ساوي زي جوجل بتتكلم لين عربي فصيح. القلعه دي يا جماعه دمرت فيها جزء كبير جدا بسبب المعارك اللي قامت فيها، بسبب الغزاة اللي كانوا دائما بيحاولوا يحتلوا جورجيا. اخر الناس كانوا ساكنين في القلعه دي اللي هم نقول الدوقات حقين ارقفي اللي هي منطقه ارقفي او النهر حق ارقفي. المهم الدوقات حقين ارقفي ديل هم اللي كانوا ساكنين في المنطقه دي، كانوا لحد القرن 13 قبل ما يبيدوهم عن بكره تبيهم من دوقات من منطقه ثانيه، جاوا احتلوا القلعه لحد ما انقلبوا عليهم الفلاحين وجاوا حكمهم بعد كده الملك وامتد الحكم. المهم انا ما حابب ادخل لكم في تفاصيل كثير عشان ما اضيعكم. المهم في الفتره دي القلعه دي كانت عباره عن مسرح بتاع معارك لحد فتره فتاه اسمها انا نوري، قريه اسمها نوري والبيت اسمها انا. صورت لكم ممر سري في القلعه، فكانت القلعه عباره عن حصن حصين ما قادرين يتفوقوا فيه على الفلاحين والدوقات دي. فهم كانوا مستغربين كيف الناس دي بياكلوا وبيشربوا، قالوا اكيد في ممرات سريه، وكانوا طبعا عشان القلعه ارتفاعها مرتفع فكانوا هم بيشوفوا الاعداء وين وكانوا بيقنصوهم بالسهام، فكانوا قتلوا الاعداء حقنا لحد ما قاموا قبضوا على نوري دي وعذبوها لحد ما ماتت. رفضت تحترف لهم عن المناطق السريه والمخابئ السريه حقت القلعه اللي كانوا بيجيبوا منها المويه والطعام سواء للجنود وسواء للناس اللي كانوا بيلجوا للقلعه من السكان نفسه، فسميت القلعه بقلعه انا نوري تقليدا لذكراها واصبحت من القصص الاسطوريه. صراحة البيت دي شجاع، ده لو أنا صراحة كان من أول يوم فتت لهم كله زي على قول السودانيين فتيت، وعلى قول السعوديين كان كبيت العشاء، قلت لهم الملك فلان وقاعد هنا وبندخل من هنا، أهم حاجة يا جماعة شنو الحياة حلوة، أهم حاجة نعيش، لكن ما يبقوا بعدين زي هتلر يقول لك ده خاين يا مان شنو أقتلوه. المهم يا جماعة الخير قعدنا في قلعة النوري، طبعا الدخول مجانا، وفي هناك طبعا قبور الدوقات كمان صورتها لكم ثلاثة قبور، وفي داخل القلعة في اللي هي كنيسة وعليها أكبر صليب في العالم. دخلنا جوا كانوا وقتها بادوا الطقوس الدينيه حقتهم، جاء طالع وقتها البابا حقهم سلم عليهم ورجع ثاني، وانا اول مره صراحه يا جماعه اشوف منظر زي كده. بعدها طبعا في نفس المنطقه دي عشان هي منطقه تاريخيه هناك في خيول وما خيول، لو حابين تصوروا مع الخيول حابين تركبوا الخيول او محلات تشتروا منها اللي هي الهدايا التذكاريه وما الهدايا التذكاريه، لو حابين كمان تشتروا زي حقهم تقدر تشتروا، وفي مطعم وفي محل القهوه. بعدها تحركنا في الطريق، الطريق برضه يا جماعه صورت لكم المناظر ما شاء الله تبارك الله، اللي هو الطريق على قداوري في مرتفعات بذكرني الطريق حق هذا ما عارف ليه، لكن نفس الارتفاع. طبعا قداوري دي اللي هي تعتبر منطقه الالتقاء ما بين روسيا وجورجيا تقريبا، لما وصلنا وقفنا في صوره الصداقه الان حتكلم لكم عليه، قلت له تقريبا روسيا من هنا كم؟ قال لي ساعه. طيب كيف طريقه الدخول هناك؟ قال لي بالجواز، بس بتدخل عن طريق الجواز ما داري منك اي حاجه ثانيه. قلت له والله طيب كويس، دي حاجه كويسه شديده يعني. المهم يا جماعه الخير المناظر كانت ما شاء الله تبارك الله مناظر طبيعيه ومناظر خلابه.
كانت جميله جدا جدا. وهناك برضه يا جماعه كان في الرافتنج ومن الرافتنج، قال لي حابب تجرب الرافتنج؟ قلت له ما ادري اجرب الرافتنج لانه انا جربته في معارض فيلك. بعدها وصلنا اللي هي منطقه قداوري، زي ما قلت لكم يا جماعه منطقه قداوري افضل زياره لها من شهر 11 لحد شهر 3 بتكون فيها المنطقه مغطيه بالثلوج بالكامل. المهم يا جماعه الخير، وبعدها وصلنا هناك عند البانوراما. هو زعل قال لي لا اسمها بانوراما، بانوراما. وانا على حسب كلام ايمن، ايمن قال لي اسمها صورة الصداقة. صورة الصداقة طبعا اهداه الاتحاد السوفيتي لجورجيا بمعاهدة السلام قبل 200 سنة، سنة 1738 اذا ما خاب ظني، اعتقد انه التاريخ صحيح او لا، بس برضه انتم تقدروا تبحثوا في جوجل وتقروا اكثر عن السور حق الصداقة ده. فيه طبعا الاساطير اللي كانت عايشة قديما، وفيه صور للفلاحين. زي ما قلت لكم جورجيا زمان اغلب السكان فيها كانوا فلاحين، وما زالوا الى الان في بعض المناطق القروية زي مارتفيل زي فلاحين ومزارعين، ويعتبروا ناس على قد حالهم، الا طبعا يعني اهل المدينه واهل القرى بيكونوا شويه متطورين، لكن الاساس حقهم فلاحين. المهم يا جماعه الخير، مكان السور ده يا جماعه خصوصا انتوا لو معاكم اطفال لازم تحذروا، لانه المنطقه مفتوحه على ارتفاع 2700 قدم فوق سطح البحر، فلازم تعملوا حسابكم يا جماعه خصوصا لو معاكم اطفال. وفي مناطق للتصوير جدا جميله، وبتشوفوا تحت الوادي. وطبعا دي الجبال اللي حوالين المنطقه دي اللي هي جبال القوقاز، فصراحة يعني في الشتاء بيكون أحلى وأحلى، وبتجربوا فيها فعاليات كثيرة. أول حاجة بتركبوا التلفريك المفتوح اللي هو حق الشتاء، الآن للأسف ما مستخدمينه أو ما مركبينه، قالوا لي في الشتاء. وفي البقي اللي هو حق الجليد برضه ما قدرت أجربه، قال لي تقدر تركب البقي العادي، قلت لهم ما داير. وفي كمان عندهم اللي هو التزلج على الجليد ده، بيجوه اللي هم المتزلجين من كل أنحاء العالم، لأنه من أعلى الارتفاعات حول العالم في منطقة الجليد بيتزلجوا اللي هم قوات التزلج. كلكم تعرفوا يا جماعة يزيد الراجحي من الهواة حقين التزلج، فأكيد هو بيجي المنطقة دي في الشتاء عشان يجي يجرب التزلج هو واخوه. فصراحة يا جماعة كانت رحلة جميلة جدا جدا، استمتعت مع نيكا صراحة ما قصر معايا. بعدها وداني لمطعم كده جورجي، جربنا عندهم الوجبة الشهيرة حقتهم اللي هي الفول يا جماعة. الفول لكن مطبوخ بطريقة معينة، سبحان الله طعمه غريب، ما زي الفول اللي متعودين عليه، ولا يمكن عشان بضيفوا له بهارات معينة. وبعدها كمان اللي هي جربت الفطيرة حقتهم، والله متذكر اسمها لكن شنو راحت من بالي. وطلبت من عندهم إيدام كده باللحمة، ده كان صراحة جميل جدا جدا. طبعا هم بياكلوا كيف بياكلوا؟ بالملعقة، بتمسك الملعقة بيد والعيشة باليد الثانية وبتاكل، يعني ما بتاكل زينا كده شنو بتغمس، ما عندهم موضوع التغميس ده. فصراحة طريقة الأكل حقتهم كانت لذيذة جدا جدا. طبعا يا جماعة نجي نتكلم أنا صرفت كم في الرحلة دي كلها كتوتال. صرفت يا جماعة 4500 من غير حق التذاكر. ليه يا مصعب صرفت 4500؟ وممكن كان اصرف اقل وممكن كان اصرف اكثر. لو كان حصرف اقل اقول لكم لو جيت البلد مره ثانيه ممكن اصرف اقل، لانه حكون جربت فعاليات. الفعاليات المره الجايه ما حجربها زي ما حصل معي في موضوع تايلاند، جربت كثير من الفعاليات لما رجعت تايلاند، مشيت الاماكن الجديده، بس الحاجات اللي جربتها ما جربتها ثاني صراحه. صراحه المره دي انا كان كل حاجه في نفسي فيها، يعني بدون كمان ما ابذر كنت حابب اجربها. وحاجات كثيره صراحه كمان ما جربتها، يعني مثلا زي عندكم البرشوت، قال لي اطلع البرشوت، ما كان صراحه عندنا فيه، وكنت متوتر دارجي سريع حق المطار. تخيلوا يا جماعه اتحركنا من هناك الساعه 4 وصلنا هنا 6، رجعت سريع على الفندق واخذت الشنطه حقتي، جيت المطار الحمد لله خلصنا جرعاتنا، الان دور الطياره وصلت، الان انا متاكد بنظفه في الطياره وبعدها حنطلع ان شاء الله. حرجع اعمل لكم فيديو ثاني حيكون مختصر بالتفصيل فيه الاماكن اللي وين تمشوها وتصرفوا كم، واهم حاجه يعني يكون معكم مثلا كاش ولا بطاقه. انا عن نفسي يا جماعه من الحاجات المهمه اللي انصحكم بها وانصح نفسي، خلوا معكم كاش يا جماعه الخير، وما تصرفوا من الاي تي ام لانه بياخذوا منكم عموله. تخيلوا يا جماعه العموله اللي بياخذها منكم 25 لاري هنا في البلد، غير في السعودية دي هناك. صرفت 200 لاري اخذوا مني 400 ريال، تخيلوا 200 لاري و400 ريال، يعني صراحه حاجه تزعل. لكن عادي تقدر تستخدموا اس تي سي باي وتقدر تستخدموا الابل باي، لكن افضل الاس تي سي باي لانه انا بشحن عن طريق الابل باي وبخلي عندي ليميت معين، والحمد لله ما احتجت انه استخدمه، بس يعني حبيت بس اجرب انه هل الاس تي سي باي بتشتغل ولا لا. كان جربتها في منطقه اللي هي التجديف في مارت فيلي وشغاله معي. فافضل لكم يا جماعه الخير تاخذوا معكم كاش وما تسحبوا ابدا، ما تفكر في مكان السحب الا زي ما بقول شنو للشديد القوي. كده تكون خلصت حلقتنا لليوم، اتمنى انه الحلقه تكون نالت اعجابكم، واشوفكم في فيديوهات قادمه، واتمنوا لي رحله سعيده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.